ضمن احتفالات كنائس العالم بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب التقويم الغربي، أقيمت في الكنائس الأردنية القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة المباركة بحضور رؤساء الكنائس والأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين. فضائية نور سات ومن خلال مكتبها الإقليمي في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وانطلاقاً من رسالتها الإيمانية، قامت بتغطية العديد من هذه الاحتفالات في مختلف مناطق المملكة، وعدت التقرير التالي. تحتفل الكنيسة المقدسة في 14 من شهر أيلول من كل عام بعيد رفع الصليب المقدس على يد القديسة هيلانا، ويرتبط هذا العيد بحادثة صلب وموت السيد المسيح على جبل الجرجلة. وبهذه المناسبة المباركة أقامت الكنائس الأردنية وبحسب الطقس الغربي القداديس الاحتفالية والصلوات الإيمانية بحضور أعداد كبيرة من المؤمنين القادمين من مختلف المناطق. ففي كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين في إربد ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال خضر قداسا احتفاليا بهذه المناسبة المباركة بمشاركة كاهن الرعية الأب فراس عريضة وحضور جمع غفير من عائلات الرعية. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن أهمية الصليب وارتفاعه ومحبته بالنسبة للمؤمنين. المنطلق الصليب ومنطق الصليب هو منطق هذا الحب الذي أحبنا الله به إلى أقصى حد، حتى أنه جاد بابنه الوحيد. والسيد المسيح نفسه يقول: ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل غيره. فهذا هو العيد الذي نحتفل به، نحتفل بانتصارنا، بانتصار السيد المسيح، وبانتصاره انتصرنا نحن أيضا، بانتصاره ننال الحياة وننال هذه الحياة الأبدية. الصليب بعد أن كان علامة ورمز للعذاب أصبح علامة للمحبة، قمة المحبة. المسيح الذي احتمل الألم من أجلنا ومن أجل أن يعطينا الحياة والشفاء. احتفال ارتفاع الصليب هو احتفال شعبي في كل بلادنا. السنة هذه اخترنا أنه نقيم هذا الاحتفال بالاشتراك مع رعية القديس جورج الشهيد في إربد، حتى نتأمل في الصليب ومعاني الصليب وارتفاع الصليب في حياتنا المسيحية. هذا هو شعارنا، هذا هو فخرنا، وهذا هو علامة انتصارنا. فمع المسيح الذي انتصر على الصليب ننتصر معه، وهو علامة رجاء وعلامة أمل لنا في هذه الحياة. فصلاتنا اليوم ترتفع من أجل جميع أبناء الرعية، من أجل جميع مؤمنين في الأردن، خاصة من أجل الذين يعانون في الويبدي أيضا في بعد سقوط العمارة. نشترك مع كل المتألمين حتى نرفع علامهم ونشركها مع علام المسيح على الصليب. وعقب القداس توجه الجميع إلى باحة الكنيسة، حيث تم إشعال النار وتوزيع حبات الرمان على المحتفلين، والتي تعتبر رمزاً تقليدياً مرافقاً لاحتفالات عيد الصليب. احتفلت رعية القديس جورج الشهيد اليوم بعيد ارتفاع الصليب المجيد، واحتفال ترأسه المطران جمال دعيبس مطران الأردن، لأنه مطران جديد احنا حبينا أنه ندعوه حتى يحتفل معنا، نتعرف عليه أكثر، حتى نصلي من أجله ويصلي لنا، لأنه الصليب هو كرامتنا وعزنا وفخرنا. نتعرف اليوم على قيمة كرامتنا المسيحية من خلال هذا العيد، فوجود سيدنا بدعم هاي الفكرة وبدعم كرامتنا اليوم المسيحية في إربد. صليب الغار يا رب مجدا وانتصار، أتانا صليب الغار يا رب مجدا وانتصار.
وفي بلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء، وبتنظيم من جمعية راهبات الصليب، ترأس سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً احتفالياً بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس، وذلك في ساحة بيت العناية الإنسانية في الفحيص، بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وحشد كبير من المؤمنين من رعايا متعددة. وتحدث سيادته في عظة القداس الذي حضرته راهبات الصليب المشرفات على بيت المسنين عن أهمية هذه المناسبة ومحبة المؤمنين لهذا العيد. عيدنا اليوم هو تعلقنا ونظرنا إلى هذا الصليب المقدس، به ننال الشفاء. الشعب اليهودي نال الشفاء من لسعات الحية ومن سم الحية، ونحن ننال الشفاء من الخطيئة ومن العصيان، وهذا سم أيضا في علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع القريب. خطيئة الإنسان الأول كانت خطيئة كبرياء، ونعلم ما معنى الكبرياء في حياة البشر في وتأثير ذلك على علاقتهم فيما بينهم. والمسيح تواضع، الذي لم يعد مساواته لله غنيمة، بل أخلى ذاته متخذا صورة العبد، يعلمنا التواضع بعد هذه الكبرياء. خطيئة الإنسان الأول كانت خطيئة عصيان، ولذلك دخلت الخطيئة إلى العالم، فأتى المسيح وأطاع، أطاع حتى الموت، الموت على الصليب. وفي نهاية القداس تم توزيع الرمان على الحاضرين لأخذ البركة، ومن ثم توجه الجميع لإشعال النار. كما أقيمت احتفالات برفع الصليب المقدس في كنائس جبل عمان، ابتدأت بقداس مشترك في كل من كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك وكنيسة مار يوسف للاتين في جبل عمان، حيث ترأس القداس الاحتفالي كل من الأرشمندريت نادر ساوق والأب وسام منصور بحضور عدد من عائلات الرعيتين. نشكر ربنا على هذه النعمة، لأنه تعبر عن على الوحدة في الإيمان والوحدة في المحبة. طبعا عيد الصليب المقدس كما قلنا أنه هو عيد الحب الإلهي، هو عيد الحب الإلهي كما يقول الإنجيل يوحنا، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. في هذا القداس الإلهي رفعنا صلينا، رفعنا صلاتنا إلى الله العلي القدير أنه يحفظ وطننا الأردن من كل مكروه، وملكنا المحبوب عبد الله الثاني ابن الحسين، وأيضا صلينا لأجل ضحايا عمارة جبل الويبدة اللي توفاهم الله، نقول لهم لهم الرحمة، الله يرحمهم جميعا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث المأساوي. نشكر نور سات ونشكر تيلي لومير، وأيضا صلينا لأجل علنية شفاء جميع المرضى والمتألمين ليكون لهم صليب الرب يسوع قوة وتعزية وشفاء. وعقب القداس توجهت مسيرة مضاءة بالشموع إلى ساحة كنيسة مار يوسف، حيث أقيمت هناك أمسية ترانيمة رتلها الأب وسام منصور. شكرا لله الذي يعبدنا في موكب النصدق كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني الكثيرين. دائما عيد الصليب هو مناسبة للفخر، مناسبة للاعتزاز، لأنه صليبنا هو فخرنا وفدائنا وخلاصنا. نحن بجبل عمان ارتقينا من 7 سنوات
انه نعبر عن وحدتنا ومحبتنا لارادها الصليب من خلال الصلاه المشتركه بين كنيسه الروم الكاثوليك وكنيسه اللاتين. فالحمد لله هاي السنه ايضا اجتمعنا بروح المحبه والاخوه اللي جمعتنا دائما، صلينا قدسنا واحتفلنا باضاءه النار ومباركه الرمان مع بعض. نحن عم نطلب من ربنا انه ينصرنا دائما بصليبه ويجعلنا دائما من ابناء الانتصار، ابناء المجد، ابناء الخلاص والفداء اللي اراده بصليبه بموته وقيامته. هذه الصلاه اللي نرفعها انه هذا العيد يكون سبب بركه لحياتنا، لبلادنا، لمسيرتنا، يحمينا ويحمي الجميع من كل الاخطار حتى دائما نمشي في ظل وفخر وانتصار الصليب. تم خلالها مباركه ثمار الرمان واشعال النار حسب التقليد المتبع في هذا العيد. وفي الختام وبهذه المناسبة المباركة، يسر المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم بخالص التهنئة والتبريك إلى كافة الإخوة المسيحيين، راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والهناء والسعادة، وأن يحفظ الأردن ملكا ووطنا وشعبا. وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة وسلام.